هل العمرة فريضة كالحج؟ إيه نعم، العمرة فريضة في العمر مرة مثل الحج، لأن العمرة حج، والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت، والعمرة نوع من الحج. وأيضا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام جاء في بعض الروايات وأن تحج وتعتمر. نعم.